نجم اهلاوي شهير، نجم اهلاوي شهير لعب للنادي الاهلي، تألق وابدع مع النادي الاهلي، صال وجال مع النادي الاهلي، وقع بصفة رسمية مع نادي الزمالك. هذا النجم اكتشفه جوزيبي سيرو مع النادي الاهلي وصعده للعب الفريق الاول، لعب وتألق وابدع ولكنه خرج اعارة الى الجونة، ثم اشتراه الجونة، ثم ذهب للاحتراف في مونتريال الكندي، ثم كان في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وعقد جلسة مع أمير مرتضى ووقع لنادي الزمالك على مدار لمدة 3 سنوات. وهذا النجم يعني الناس بتحبه جدا، هو النجم أحمد حمدي. أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي ولاعب خط الوسط 23 سنة، إمكانياته ومهاراته وقدراته الفنية العالية، الجميع كان يتوقع له مستقبل مميز مع النادي الأهلي. زحمة النجوم في النادي الأهلي خلتنا أو خلت النادي الأهلي يعني يعيره وبعدين يستغنى عنه، وكان هنا في القاهرة في أجازة، وممكن يبقى لسه موجود أو سافر، لكن وقع إلى نادي الزمالك مع أمير مرتضى وهو صفقة رابحة لنادي الزمالك. بس خلينا نقول ان ده سنه صغير عكس باقي الصفقات، الصفقات التانية راحت لنادي الزمالك وهي كبيرة في السن، لكن ده رايح لنادي الزمالك وهو صغير في السن. اذا نجح في التكيف مع الاجواء داخل نادي الزمالك هيبقى صفقة رابحة جدا 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 للزمالك. لما بنقول معلومة بنقولها واحنا متأكدين منها، فاحمد حمدي لاعب النادي الاهلي يوقع للزمالك. طيب طالما بكلمك على الصفقات لازم اروح لصفقة تانية. هشام صلاح ظهير ايمن نادي الاتحاد السكندري واللي الاهلي كان عاوزه، لاحظت لجنه التخطيط بالنادي الاهلي او لجنه الكره بالنادي الاهلي ان مستواه في تراجع، اصبح المرشح رقم 2 في النادي الاهلي بعد علي فوزي ظهير ايمن امب الذي تالق وابدع امام الزمالك وامام الاهلي ولجنه التخطيط مركزه معاه. فعلي فوزي الظهير الايمن نادي الاهلي عاوز يدعم مركز الظهير الايمن، ظهير ايمن امبي يعني عليه العين بقوه من المسؤولين في النادي الاهلي للحصول على خدماته في الموسم المقبل. وتراجعت فرص هشام صلاح بعد تراجع مستواه جدا 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 مع الاتحاد السكندري واختلاقه للمشاكل والازمات مع كابتن حسام حسن قبل تولي الراي عماد النحاس تدريب الفريق. على جانب اخر، احد وكلاء اللاعبين رشحها للنادي الاهلي لعيب الاهلي كان نفسه فيه في وسط الملعب، هو اللاعب عمرو السيسي اللي كان النادي الاهلي بيفاوضه وهو في نجوم المستقبل، ولكن وقتها محمد بالطويلة بالغ في طلباته المالية، وبالتالي لما بالغ في طلباته المالية انتقل الى نادي طلائع الجيش، الى نادي طلائع الجيش، ولما انتقل طلائع الجيش ابدع وتألق. هذه الايام وكيله عرضه على امير توفيق للحصول على خدماته في المرحلة المقبلة، خاصة انه لعيب عامل ماتشات هائلة جدا ومستواه رائع جدا جدا جدا. يبقى عمرو السيسي نجم طلائع الجيش معروض على الاهلي، مش الاهلي اللي عاوزه، مش الاهلي اللي عاوز. علي فوزي واقوى المرشحين في مركز الظهير الايمن، وفرص هشام صلاح تراجعت. احمد حمدي الى الزمالك ووقع رسمي. طيب لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير.